قول لي الشرط الاول. الشرط الاول ان انا هدور في الديت بس من تاريخ معين فصاعد. نكتبها ازاي دي؟ قال لك جريتر زين اور ايكوال تو. جريتر زين اور ايكوال تو اللي كانت منسيه اللي انا نسيتها اللي هي كوتيشن بقى. كوتيشن هو لما جينا عملنا كده ثانيه برضو عشان اقول لك اللي حصل. اند الديت اند فروم صح كده اللي احنا كنا بنقول. طيب هو حط كوتيشن عليهم هما الاثنين. يعني بص حط كوتيشن على الجريتر زين وحط كوتيشن على السيل. فوقف الديت لما بيتحط على لا انا مش عايزه ياخد الديت. طب نعملها ازاي؟ قال لك تحطها كده على جريتر زين اور ايكوال تو فقط لا غير. يبقى كلمه سوري هي هتبقى كلمه فعلا جريتر زين اور ايكوال تو ما بين دبل كوتيشن. تاني جريتر زين اور ايكوال تو ما بين دبل كوتيشن اند السيل اند الديت. طب ممكن مرة كمان؟ حاضر. هنعمل سيلكت على الكريتيريا 2. ما كريتيريا 2 الى معناها ان ايه؟ كل التواريخ لحد التاريخ ده لحد التاريخ ده. طب تتكتب ازاي؟ ليس زين. يبقى بس هحطها ما بين كوتيشن ليس زين. علامة الليس زين اور ايكوال تو اقفل الكوتيشن. انت كده كأنك كتبت بالعربي ليس زين اور ايكوال تو. حولت العلامة دي لايه؟ لتكست. عن طريق ان انا احطها ما بين دبل كوتيشن. كمل بقيه الجمله المفيده. اقل من التاريخ اقل من التاريخ يبقى علامه الاند والتاريخ. علامه الاند والايه؟ والتاريخ. نرجع تاني ليه؟